يتعامل مع شخصية حسن البنا باعتباره نجما أو نبيا أو إماما كما يزعم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين بالغوا في إضفاء الصفات على قائدهم حتى أوصلوه مرتبة الأنبياء والأئمة المعصومين. وهذا الكتاب هو ثمرة مجهود كاتبه الأستاذ حلمي النمنم الذي سبق له وضع كتاب عن سيد قطب الناقد والشاعر الذي انقلب إلى مكفر بل منظر لتكفير عامة المسلمين واستخلاص العصبة المؤمنة حاملة فكرة التكفير وإعطائها حق قتل المخالفين واعتبار المساجد دورا وسنية يعرض فيها الشيطان ما دامت لا تحمل معاني الفكر القطبي التكفيري. إن التصدي للفكر السلفي وجماعات الإرهاب المتدثرة بالدين مهمة وطنية قبل أن تكون وجهة نظر، فهذه الجماعات تقوم على ادعاء بأن الله أعطاها الحق في شق صدور العباد والكشف عن درجات إيمانهم وحسابهم في الدنيا باسم الله، وهو المولى عز وجل الذي لم يرسل نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولم يمنح البشر حق التفتيش في القلوب والصدور، بل جعل الحساب والعقاب من أعماله وحده عز وجل ولم يخصص أو يمنح أحدا من عباده هذا الحق. المسلسل هو عمل طريق ثالث بين الاثنين، ان هو حط حسن البنا في سياقه التاريخي فعلا، ورد الفعل كان يعني على المقاله دي بالذات رد فعل يعني ايجابي جدا، شجعت الاستاذ حلمي على انه يعني يوسع بقى، لان طبعا كان عنده لما ابتدى في الموضوع حلمي لما بيجيب حاجه ما بيكتبهاش كده على لحم بطنه، يعني بيجيب وثائق وبيجيب مقالات ومش عارف ايه، فلما عمل وجاب الملف ده اللي اشتغل منه لقى عنده بنيه كتاب فعلا عن حسن البنا لا تقل قيمه عن البنيه اللي عمل منها كتاب سيد قطب، وعمل كتاب من وجهه نظري افضل مكتوب عن سيد قطب اللي هو اصلا دلوقتي كل المسلمين عايشين على العداء مع ثوره يوليو ومع عبد الناصر، هو بيجيب الكتاب اللي بيقول ان عبد الناصر كان بينفذ نصائح سيد قطب، يعني سيد قطب ازاي، ايه موقف سيد قطب، اول واحد سمى ما حدث يوم 23 يوليو ثوره هو سيد قطب وليس صلاح حسين كما هو شائع، اول واحد كتب اشاده باعدام خميس البقري كان سيد قطب، فهو بقى جاب المعلومات دي ووضع الاصول بتاع المقالات عشان اي حد يقدر ما حدش يقدر يحاجج او يزعم ان ده ما حصلش.